الخير وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من صباح العربية. صباح الخير. صباح النور. طبتم وطابت أوقاتكم، لا تدعوا القلق والحزن عنوان يومكم واستمتعوا معنا دائما بصباح العربية. نبدأ هذه الحلقة بأبرز العناوين مع في الأولمبياد. المغرب ينال الذهب بعد أعوام من الانتظار، ورياضية بيلاروسية تطلب اللجوء وتناله في بولندا. وداعا للطيار ورجل الأمن، وأهلا بالذكاء الاصطناعي والروبوتات. دراسة ترسم خارطة الوظائف الجديدة للمولودين في آخر 10 سنوات. مشي بين الألم والأمل، أهالي بيروت يحيون الذكرى الأولى لحادثة انفجار المرفأ. ونتابع أيضا ضمن مواضيع هذه الحلقة: فلسطينية خمسينية تخطف الأضواء في نتائج امتحانات التوجيه، 35 سنة انتظار، ونتيجة تلامس 92%. وداعا للكعب العالي وأهلا بالملابس الرياضية الأنيقة، هكذا تجدد شركات الطيران زي مضيفاتها ومفهوم السفر برمته. الحياة تتجدد على أنغام الكمان مع العازف أندري سويد بعزف لصباح العربية من أمام مرفأ بيروت. طبعا نبدا فقراتنا لليوم مع الفقره الرياضيه. اهلا وسهلا فيك. طيب، التاريخ يعني يسجل للعداء المغربي سفيان بقالي انه الذي اعاد للمغرب الذهب، حيث استطاع تحقيق ميداليه ذهبيه تاريخيه لبلده اثر فوزه في سباق 3000 متر حواجز ضمن فعاليات دوره الالعاب الاولمبيه في طوكيو. الميدالية الجديدة منحت المغرب ذهبيتها 7 في تاريخ الأولمبياد، كما أنها الميدالية الأولى منذ أولمبياد أثينا 2004 قبل 17 عاما.
لا تعتبر القيمة المادية للميدالية الممنوحة للرياضيين في الأولمبياد هي الأساس، إذ يتم الاهتمام بقيمتها المعنوية أكثر. لكن ما هي القيمة لهذه الميداليات ماديا؟ الميدالية الذهبية التي يحصل عليها الفائز الأول تصنع من الفضة وتطلب الذهب، ووزنها نحو نصف كيلوغرام، وثمنها يبلغ $800. أما الميدالية الفضية فهي مصنوعة من الفضة بطبيعة الحال، وتزن نحو 500 جرام بقيمة $450. في حين تصنع البرونزية من النحاس والزنك، وتزن الميدالية البرونزية التي تمنح للرياضيين الفائزين بالمركز الثالث نحو 450 جرام، ويقدر ثمنها $5 فقط. أي واحدة؟ طبعاً انضم إلينا في الاستوديو الإعلامي الرياضي لطفي الزعبي. صباح الخير وأهلا. أهلاً، صباح الخير. صباح الخير. اسمحي خلينا نبدأ وياك لأنه في موضوع سياسي. طيب خلينا نبدأ وياك بما أنك خبير في الشؤون الرياضية. طيب لا، الأعداء البيلاروسية كريستينا كريستينا تيمانو فيسكايا، أوكي. إن شاء الله أنا لأنه كان عندي مشكلة في نطق اسمها، طلبت اللجوء التأشيرة لجوء سياسي، وبالتالي يعني كان في محاولة اختطاف قسرا. هلا هي شوف، الرياضي دائما لما بتعرض للضغط بطبيعته منطلق بحياته، غير يمكن الناس العاديين بحب انه يكون حر، دائما يشعر بالحرية. غالبا انه في ضغط بالكواليس عليها في حياتها، يمكن يكون تحرش، يمكن يكون موضوع عدم وجود المنشآت الرياضية الكافية، يمكن البلد ما فيش ديمقراطية كاملة، بالتالي بتفكر او طلبت اللجوء، وهذا أحد أكثر الأسباب اللي ممكن تكون منطقية أو مقبولة. لما لاعب ما بيجد البيئة المناسبة دائما يبحث عن البديل، إذا كان بنادي بفكر بنادي. مشاور رياضية تطلب له كثير طبعا، تجارب كثيرة، لكن بس أعيدت لكن 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 القصة يعني لابد من التوقف عندها. تمام. المنتخب المصري الأولمبي لكرة اليد حقق إنجاز تاريخي كبير له. منتخب مصر فازوا على ألمانيا، هيواجهوا فرنسا. بصراحة فرنسا كانت فازت على البحرين، نتيجة كانت منطقية جدا وواضحة. الحارس عندهم حارس يعتبر من أروع الحراس، ولكن في كمان مهاجمين، في لاعبين كلهم محترفين بالمناسبة، والاحتراف أعطاهم خبرات كبيرة جدا. لكن مواجهتهم مع فرنسا أعتقد مش هتكون سهلة، لأن المنتخب الفرنسي فقط الدول الإسكندنافية اللي قادرة إنها توقفه، عنده محترفين وعنده إمكانات عالية. لكن المصريين بيمتازوا، عندهم التحدي والإصرار والعزيمة غير موجودة عند كل الناس. ناس إذا عنده هدف لازم يوصل له ولازم يحققه. وأنا شوف التجارب، نهائي كرة سلة الدوري العربية مع الأردن، كان الأردن فارق 20 نقطة فازوا. طيب. فناس ما ممكن أنهم إن شاء الله شوفهم في النهائي. طيب بالتأكيد اليوم أيضا قسم الهمة. نعم. للعداء الهولندية من أصل أثيوبي وهي لاجئة. نعم. سيفان حسن فازت أيضا ب5000 متر. نعم، فازت ب5000 وهي عندها رقمين وعندها رقم جديد برضو 1500 و10000 تحمل الرقم في كأس العالم لوقيمة في الدوحة. طبعا هي هاجرت، كان عمرها تقريبا 16 سنة. دايما الرياضي قلنا أنه بيبحث عن الأفضل، يعني هي مرات الظروف البيئية والحياة والفقر بتخليك تبحث عن حياة أفضل. إذا عندك الإمكانات وجدت البيئة المناسبة تبدأ. وتم استغلالها لازم تبدع. فالظروف اللي وضعت فيها كانت كثير رائعة جدا. جميل. نعم. نتحدث هلأ عن نيجل أموس وإسايا جويد اللي هني عداءتان اصطدمتا معا او أداءان اصطدما بالأولمبياد أولمبياد طوكيو. مزبوط، هو اصطدم مع العداء الأمريكي، وبالآخر كان في روح رياضية عليه، سلموا على بعض ومشوا. دائما الرياضة يعني دائما بتحصل، لكن كمان انه اللجنة المنظمة انتبهوا هو حامل فضية، فبالتالي هذا بطل يعني، واللي صار غصبت عنه، فراحوا سمحوا له يتأهل للنهائي، حيشارك فيه 9 متسابقين وحيكون المفروض اليوم. فكمان لفتة رائعة منهم، ولكن دائما الرياضة لما نحكي
رياضة بنحكي روح رياضية. لما أنا وياك نتخانق بتقول خلي عندك روح رياضية أخي، فبتحس هذه شيء مهم جدا هيك. الرياضة ترى الكابتن لطفي ما عنده روح رياضية. عندي لا والله. خليني أقول بأنه اليوم حتى في الأولمبيات اللي حط عينه في طبق غيره طبعا لازم يروحوا يطلع يروحوا يبعدوه على طول يعني. هو هذا اللي صار حق سيرهي. أنا أقول لك شو اللي مشكلته، أتوقع التركيز. أنت في الفوكس يعني مثلا دائما بالرياضة بيعزلوك عن كل الأجواء المحيطة. خطأ الشاطر ما تحكيش مع مرتك، ما تحكيش مع صاحبك، ما تحكيش مع، دائما تركز بلا. هو طبعا بيكون عدم تركيز، ممكن تنمر من المنافسين بس لأنه في حرب نفسية عادل بتصير بين الأبطال. بس أنت هذا الطبق طالع وأنت قاعد تشوفه وتركز. نعم. ليش تروح على الطبق الآخر للمنافس اللي وياك؟ منصور ما بيجمعش يعني، بده يكون المفروض تركيزه يكون عالي بصراحة. تمام. المصارعة المصرية سمر حمزة التي لم تحتمل الخسارة في الأولمبياد. سمر أنا أعتقد بتحتاج لإعداد ذهني، إعداد نفسي. كان لازم دايما في مدرب نفسي صار موجود بالإضافة للإعداد البدني والمهاري لأي رياضي. سمر لو كانت معدة ذهنيا صح، لأنه هي انهزامية يعني، أنا والله خسرت فلذلك لازم أهرب، لا بدك تضلي مصرة وتضلي تقاتلي حتى أنت تقدر تحصلي على نتائج. وفي كتير أبطال إذا بتتذكر بأولمبياد لندن جابوا برونز، هلأ عم بيجيبوا ذهب. فإذا المرة فشلتي ما في إنسان إذا فشل خلص تنتهي حياته. الإصرار والعزيمة والإعداد الذهني، مرات الضغط الإعلامي، مرات الجماهير، مرات الأجواء المحيطة، مرات زميل، كل هاي الظروف بتخلي إنه الرياضي إنه يواجه مشاكل. فلذلك لازم إذا كان قوي من الداخل بيستطيع إنه يكمل وبيستطيع إنه يحقق نتائج. يا أخي قصصك ملهمة. لذيذ يا. شكراً. إذن مشاهدينا، التقطت عدسات المصورين في أولمبياد طوكيو الغواص البريطاني تومي ديلي خلال قيامه بحياكة الصوف في المدرجات أثناء حضوره لمنافسة اللعبة. Ну а сейчас у нас прыжки в воду, уважаемые друзья. Том Дейли на ваших экранах. Ох, как обсуждали нашу телевизионную жизнь. Ну а сейчас у нас прыжки в воду, уважаемые друзья. Том Дейли на ваших экранах. Ну а сейчас у нас прыжки в воду, уважаемые друзья. قد لا يعود بميدالية ذهبية لكنه يعود بتيشيرت بلوزة. كل على فكرة الرياضيين في ناس ضاربة بتلاقيهم في عنده هوايات خاصة، في حدا مثلا بيعزف، حدا بيمارس رياضة أخرى، حدا بيمارس نشاط، حدا بروح بورصة فإلهم نشاطات، حدا بروح بيفتح نادي ليلي زي نيمار عادي، فحدا بيشتغل بالعقارات. بس هو حصل بس حصل ذهبية هو يعني مزبوط. على حسب ما يقولون يعني ما هو يعني بتلاقي ما في حدا إنه بتلاقي أنت في حياتك يحط الذهب جوا هذه مثلا بجوز عشان لا على فكرة هذا تنمر ترى. شكرا كابتن لطفي، يعطيك العافية. شكرا لك. شوفك إن شاء الله في المرة القادمة. ما حبيت الخبر الجاي لأنه بيحسسني أنها راحت علي. لا ما حدا راح. طيب، يبدو أن مستقبل العمل يخبئ للجيل الجديد الكثير من المفاجآت، وما لم يعد خافيا هو أن عشرات الوظائف ستختفي، لكن في المقابل مهن جديدة ستظهر وتكثر مع مرور السنوات. هذا ما أفضى إليه تقرير مستقبل الوظائف الصادر عن مؤسسة استشراف المستقبل في أبوظبي، والذي أكد أن 157 مهنة مستقبلية تنتظر الجيل الجديد ممن ولدوا بعد العام 2010 أو من يعرفون بجيل ألفا. أكثر من 157 وظيفة ومهنة جديدة تنتظر جيل ألفا، جيل مواليد ما بعد عام 2010. لعل المهنة الأبرز ستكون العمل في مجال الروبوتات، صيانة، مراقبة، تشغيل وبرمجة وغيرها من تطوير مجال الروبوت وجعله في خدمة الإنسان. العمل في مجال البيانات لا سيما التخصص في علومها وتحليلها والتقييم الأخلاقي والقيمي لحفظ البيانات واستخدامها. العمل مع الطائرات الذكية في مراكز قيادة الطائرات من دون طيار، ونظم هندسة الطائرات الذكية والتاكسي الطائر وصيانة الطائرات الذكية وتصميم أنواع جديدة من الطائرات الرقمية.
ومن المهن أيضا الصحة الشخصية من باب مكافحة الشيخوخة وتعزيز الصحة العقلية ومساعدة كبار السن، فضلا عن تنظيم الجينات وتحفيز الأعصاب. العمل في مجال الذكاء الصناعي بالإشراف والتدريب وتعزيز قدرات هذا النوع من الذكاء. وهنا نضيف بعدا آخر للمعادلة، دعم موسيقيين وفنانين ورجال أمن تم تزويدهم بقدرات ذكاء صناعية، وفي مقابل ظهور وظائف جديدة، فإن هناك الكثير من الوظائف القديمة التي ستختفي مع الوقت بشكل كامل أو شبه كامل. وللمزيد حول هذا الموضوع تنضم إلينا من عمان رولا عواد بزادوغ، أخصائية الهندسة البشرية والإنسانيات الرقمية. صباح الخير يا رولا، إن شاء الله أكون لفظت الاسم العائلة مزبوط. صباح الخير، يعطيكم العافية. اسمي دكتورة رولا عواد بزادوغ. بزادوغ، أهلا بك دكتورة رولا. يعني ما هي الوظائف التي ستكون بمتناول أو سيتم الإقبال عليها من قبل جيل ألفا؟ وظائف كثيرة زي ما تفضلتوا بالتقرير، هو ذكرتوا بعض الوظائف، ولكن في وظائف تانية ما بنتخيلها، يعني ما كانت تخطر على قلب بشر زي ما بيقولوا، اللي هي مثلا هل كنا نتخيل انه ممكن يكون في جراح تجميل للروبوتكس للروبوتات؟ مستحيل. هذا شيء جديد كثير. غير هيك كمان موضوع الصيدلة، الصيدلة احنا متعودين انه الانسان لما بده دواء معين يروح يزور صيدلي بشر مثله وياخذ الأدوية اللي بيحتاجها. رح تتحول هذه الأمور لصيدلي روبوت، يعني لا إحنا نروح ناخد أدويتنا من روبوت يعني موجود بيكون بأماكن معينة مخصصة، ممكن هي نفسها الصيدلية، ممكن حتى بطرق مختلفة. غير هيك كمان في يعني خليني أحكي أشياء كتير جديدة ما كانت موجودة أبدا ولا كانت تخطر على بالنا، مثل إنه اللحوم رح تصير تتصنع مخبريا، رح تبطل اللحوم اللي إحنا متعودين عليها اللي موجودة عن طريق الحيوانات اللي أوردي موجودة. هذا الإشي كمان بيأثر كتير، رح يأثر كتير على موضوع الجينات، ورح يأثر كتير على كيف إنه مثلا الناس اللي إلها علاقة في الإبيجينيتكس اللي هي إلها كمان خلينا نحكيها اللي هي الجينات أو ما فوق الجينات أو اللي هو مش علم الجينات العادي، ولكن طيب. هو كمان متخصص أكتر. أهم شيء يا رولا، يعني مهنة المذيع راح تختفي ولا باقية؟ عشان نستضيفك بعد ما يعني ما اخاف عليها. طيب لا ما تخاف عليها. طيب رولا، اليوم يعني في مثلا الطائرات الدرون قد تحل محل الطائرات القتاليه، في بعض يعني مثل ما قلتي انت اليوم الصيدليات بعضها الكتروني الان، هو عن طريق الكمبيوتر ياتي بالدواء عن طريق الروبوت، هذه من الممكن ان نتوقعها، بس يعني المهن اللي 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 يستحيل أن نتوقع أن تختفي، هل هناك مهن باقية لن تختفي نهائيا أو قد يصير عليها تطوير؟ هلأ أي مهنة موجودة وممكن يصير عليها تطوير وتعزيز من الذكاء الاصطناعي فهي باقية. يعني خلينا نحكي مثلا مثلا الكتاب اذا عززوا يعني عملهم بالانسانيات الرقميه اللي هي موضوع الذكاء الاصطناعي، رح يضل اكيد موضوع الكتاب ما رح ينتهي نهائيا. موضوع العازفين والموسيقيين كمان نفس الشيء، المنتجي الافلام رح يكون تعزيز الذكاء الاصطناعي عن طريق الواقع الممزوج اللي هو الاي ار والفي ار اللي هم
الواقع اللي هو بيكون مع يعني بيكون اكتوال مع الاشياء الفيرتوال، فهم بيجمعوهم مع بعض بمزجوهم وبيعززوهم، فهم منتجي الافلام دورهم لسه موجود. يعني اذا بنربط احنا واقعنا اليوم ووظيفتنا الحاليه بالمستقبل وباخر تقنيات الموجوده على وجه الكوكب، هون احنا بنقدر نحكي انه احنا بنقدر نستمر ونضل نعم. الوظيفه هاي موجوده. نعم، ابقي معنا دكتوره، سنذهب لنسال الشارع العربي حول نظرتهم لمستقبل الوظائف لنشاهد ماذا اجابوا. الله يستر. الوظائف اللي ممكن يمارسها الجيل المستقبلي بتعتمد أكثر إشي على البرمجيات، والوظائف اللي بتعتمد على التكنولوجيا. يعني مثلا لو حكينا طيار، ممكن يكون في طيار إلكتروني أو طيار مبرمج أو طائرة مسيرة. هلأ بتوقع الوظائف المستقبلية إنها تكون إلها علاقة بالتكنولوجيا وبالتربية، تكنولوجيا التربية خاصة، بما إنه إحنا حاليا عم ندرس عن بعد، حتى الجامعات صاروا يطلبوا مشاريع تخرج من الطلاب إنهم يخترعوا أداة جديدة في أي أبليكيشن بخص التعليم وخص التعليم عن بعد بالذات. أغلب الشباب رح تلاقيهم يصير موضوع البزنس أونلاين، موضوع الدعاية عن طريق الأونلاين، يعني صار بالنسبة لنا الإلكترون هو عالم بزنس آخر. ممكن برمجة أجهزة فضائية، ممكن علماء فضاء أكيد، يعني هم من الآن أمن السبراني، مجال أمن السبراني الصراحة الحين منتشر بشكل واسع. يعني أنا أشوف إنه التوجه راح يكون يعني الشارع العربي عارف أنه هذه التكنولوجيا والوظائف التكنولوجية. دكتورة رولا، ما رأيك بما سمعتي، وعلى أي أساس فعلياً يتم وضع وظائف المستقبل بأنه المستقبل متوجه إلى هذا المكان؟ هلأ اللي سمعته بصراحة هم يعني في أشخاص عارفين وين عم الدنيا عم بتروح، which is ممتاز، إنه اللي صار في وعي إنه الإنسان وين الوظائف عم بتروح فينا، فهذا الإشي جدا ممتاز. ولكن القطاعات والقطاعات هم 20 قطاع رح يتم التركيز عليهم. في أشخاص ذكروها بهذا التقرير والأسئلة اللي كانت موجودة، منها قطاع الفضاء، فرح يصفي التعدين الفضائي، رح يكون في موظفين جداد، رح يكون في وظائف جديدة حتى للبشر ببعيدا عن الروبوتات، رح يكون في وظائف جديدة جدا مثل التعدين بمجال الفضاء، وأي شيء بخص المجال الفضائي رح يتم التركيز عليه أكثر، ورح يكون منتشر بشكل الوظائف فيه بهذا المجال بهذا القطاع رح تكون منتشرة بشكل كتير أكبر. هلأ غير هذا الحكي كمان إحنا بدنا نحكي بدنا نطلع إنه إحنا اليوم عم بيختلف كل شيء بحياتنا. يعني إذا بدنا نطلع إنه والله العالم الرقمي أو الثورة التكنولوجية الرابعة قد إيه أثرت على حياتنا، أثرت على حياتنا الشخصية بشكل خاص وبتعاملنا مع الأشخاص من حولنا، وأثرت كمان على الوظائف اللي موجودة بحياتنا وتوجهها. فلهيك لازم يعني خلينا نحكي الحكومات بجميع أنحاء العالم إنها تركز على الرأسمال البشري اللي موجود عندها، بإنه تساعده وتكثف الجهود على إنها تساعده ليقدر إنه يحط دولته على الطريق القويم بهذا الموضوع بهاي الثورة، ليقدر إنه يكمل، ليقدر إنه يوجد وظائف لأولاد البلد اللي بيكونوا موجودين فيها بكافة أنحاء العالم. ما عم نحكي عن دول عالم ثالث فقط أو عن وطن عربي، عم نحكي عن كافة أنحاء العالم. لازم يكون التركيز كتير كبير على هذا الموضوع من ناحية الحكومات ومن ناحية الأولياء الأمور كمان، الأهل للبيت بالأولاد لما يكونوا موجودين عندهم كمان نطلع على إنه كيف نكتب لهم مستقبلهم ليوصلوا لأهدافهم بما يتناسب مع الثورة التكنولوجية الرابعة. يلا أنا راح أودي أولادي إلى الفضاء يا رولا. شكرا لرولا عواد بزادوخش، يعطيك العافية. قبل سنة تماماً اهتزت بيروت، كان الانفجار هائل، كان يمكن أن يشهد بلد صغير متداعٍ ومدينة جميلة قديمة هيروشيما جديدة وغير نووية، كان الانفجار عبثي أيضاً.
فقد وقع بعدما ظن كثيرون في لبنان بأنهم لامسوا القعر الاقتصادي والسياسي. أتى الانفجار ليفتح فجوة جديدة في العاصمة وهو شاسعة مع الأمل. دعونا نعود في البداية إلى يوم 4 أغسطس 2020. لبيروت من قلبي سلام لبيروت وقبل للبحر والبيوت لصخرة كأنها قد لا أكون مخطئ إذا قلت أن اللبنانيين اليوم بالتأكيد هم كأسطورتهم طائر الفينيق. نذهب حيث طائر الفينيق يخرج ويعود إلى الحياة من تحت الرماد. كذلك من عاش التفاصيل ذلك الحادث على شاشة العربية ونقل التفاصيل حادثة هذه الحادثة التي ضج بها العالم. طبعا زميلتنا من بيروت وتحديدا من أمام مرفأ بيروت ناهد يوسف. ناهد صباح الخير. أعلم أن الجرح كبير ولكن الأمل وواقع اللبنانيين دائما حتى حينما يريد أن يكسرهم الآخر يقفون ويرقصون ويفرحون ويبتسمون، وابتسامتك هذه خير دليل على أن الأمل موجود. أرجعك إلى ذلك اليوم وإن كان حزينا، اليوم أنت أيضا كيف كنت حينما كنت شاهدا على ذلك اليوم؟ أدري سؤالي طويل بس ما أقدر. نعم صباح الخير عادل لك ولراوية. صباح الخير. طبعا يعني كما أشرت هذا يوم حزين جدا على جميع اللبنانيين. يومها كنت على الطريق في منطقة عين المريسة، يعني وهي المنطقة الطريق البحرية قريبة من مرفأ بيروت. كنت عم جيب بعض الأغراض لأن كنت بعد يومين مسافرة على المحكمة الدولية على لاهاي كرمال وقتها مع الرئيس سعد الحريري كرمال حكم المحكمة، ولذلك يعني كنا بأجواء تانية مختلفة كليا. صار التفجير، كنت أنا عم بمشي صوب سيارتي في اللي بدي أرجع على البيت، فصار أول هيك خضة تفجير. طبعا رجفنا كلنا، فعم بتطلع أنه شو هيدا الدخان كثيف جدا كان بسماء بيروت. عم ببعد كنت ساعتها دغري عواجل على التلفزيون على استوديو الأخبار بالعربية وبالحدث أنه هناك انفجار كبير، بس طبعا الخطوط توقفت تماما، ما هي إلا يمكن دقيقة دقيقتين أو ثواني، ما يعني الواحد بهيك ظروف يفقد العد. صحيح. حتى طلع الصوت الثاني الانفجار الثاني والعصف، كنت يعني ماشي صوب سيارتي صرت طايرة لورا. اجت سليمة يعني ما تأذيت، ولكن من بعدها طبعا يعني ما كان حدا مستوعب شو اللي صار. توجهنا بسرعة، يعني كنت بالسيارة بدي توجه إلى منزلي حتى أخذ الأغراض والمتطلبات من أجل المباشر، لأنه بطبيعة الحال عنا شغل. نعم. في انفجار مش معروف وين ولا كيف. على الطريق طبعا خلال طريق عودتي إلى المنزل كان شيء مأساوي، كانت الزجاج مكسر. نهد بنقدر دموعك، يعني هذه الدموع عاشها كل وحسها كل اللبنانيين. نهد خلينا نشوف معك بالكاميرا كيف تستعد العاصمة بيروت والمرفأ لإحياء الذكرى الأولى، وخبرينا بهذا الوقت أيضا يا نهد
أنت كمراسلة تنقلين بالعادة ما يحصل ببيروت الجميلة من أحداث سياسية أحياناً تكون ساخنة، ولكن كمراسلة كيف نقلت وجع بيروت اللي كما نراها الآن المرفأ ما زال مدمراً؟ طبعاً راوية، يعني في المرفأ لا زال مدمراً، كل شيء هنا في المرفأ يدل على ذلك. النهار الأسود، هناك تحضيرات من أجل الاحتفال أو عفواً القداس الذي سيحصل اليوم، إحياء هذه الذكرى داخل مرفأ بيروت، حيث سيحضر إلى هنا أهالي الضحايا والمشاركين في هذه الذكرى قبل التوجه إلى مجلس النواب. نعم. سيكون التحرك الأكبر خلال، بالنسبة لسؤالك راوية، خلال هذاك النهار التفجير توجهت ليلتها على إحدى المستشفيات، كنا توزعنا نحن والزملاء بالعربية، أحد بالمرفأ الآخر بالشوارع ينقل كيف تدمرت بيروت، وأنا توجهت إلى المستشفيات حيث كانت أيضا المستشفيات نالت نصيبة الكبير من الدمار، وكانت عم تستقبل الجرحى وال طبعا الضحايا. بهيك ظروف يجب طبعا على المراسل انه بقدر المستطاع يفصل حاله عن الواقع او شو عم بعيش تيقدر يوصل معلومه. كنت عم بقدر بطلع رسائل مباشره، بس خلص الرساله كان بتذكر كنت بمستشفى رزق، كان طيب. مدخل الطوارئ أغلق، قد ما صار في كتير عالم، صاروا يجوا الأهالي، أهالي المفقودين يسألوا عن أحبائهم أو أولادهم إذا موجودين بهذه المستشفى أو لا. صاروا يحكوني لأن ما قادرين يفوتوا لجوا. كنت خلص الرسالة المباشرة روح عند الأهالي يعطوني الاسم الابنهم أو المفقود عندهم، فوت على قلب الطوارئ عند الأسماء مطرح ما موجودة أتأكد إذا الاسم موجود أو لا، أرجع أطلع. فكان يعني بيختلط عمل المراسل بهيك لحظات بين عمله الإنساني أو عمله المهني. يعني أقصى ما فينا كنا إنها تجربة كبيرة، أكيد تجربة كبيرة وقوية وصعبة. وأنا أعلم أنه يعني يجب أن نفصل المشاعر عن عملنا، ولكن بالمحصلة النهائية نحن بشر. أعلم أنه جرح الروح أقسى ولا يبرأ كما هو جرح الجسد. اللبنانيون ينتظرون معرفة الحقيقة ومحاسبة من قام بهذا الفعل، قد يكون هذا بلسم لجراحهم. شكرا لنهد يوسف مراسلة العربية من أمام مرفأ بيروت، شكرا جزيلا لك. لم تكن العروس إسراء السبلاني تعلم أن جلسة تصوير فرحتها بالزفاف ستتحول إلى كابوس، فبدل سماع زغاريد الفرح اقتحمت أصوات انفجار بيروت المكان وحولت الفرحة إلى صدمة. وثقتها عدسة كاميرا الزفاف وشهدها العالم ليواسي عروسة انفجار بيروت. طيب نعود إلى بيروت من جديد، وتحديدا منطقة الصيفي، ومن هناك إسراء السبلاني العروس. ما زلت عروسا في عروس الدنيا بيروت. صباح الخير. صباح
صباح النور. انا احب الابتسامه يا اسراء، ان تكون الانسان دائما لديه الامل بان المستقبل وان كان الواقع صعب لكن المستقبل جميل. اوصفي لي شعورك اليوم وانت بعد هذه السنه، هل انت متفائله بانه القادم احسن وان شاء الله بيروت ترجع توقف على رجليها من جديد؟ طبعا اكيد الشعب اللبناني مرق بكتير ظروف قبل، والحمد لله قدر يتخطى هيدا الشيء ويرجع يعمر بلده ويرجع يمشي لقدام ويتطلع لقدام. فانا مثلي مثل كل هاللبنانيه اكيد بتامل ببلدي، ومثل بقول صابره على بلدي ليجي نهار ونشوفه احسن من ما كان. إسراء، أنت بتتواجدي بالمكان اللي بالصيفي مطرح ما كنت عم بتصوري لحظات زفافك، زفافك اللي تأجل أكثر من مرة وانتظرتيه لمدة 3 سنوات، شو بتستعيدي من ذكريات منذ عام، من 4 آب الماضي، ولكن هيك من دروس ربما أو من مشاعر؟ الفكرة أنه ب4 آب بيخلط بين 2، بين نهار عرسي اللي هو لازم يكون اللون الأبيض الطاغي عليه، وبذات الوقت بيخلط بنهار الانفجار اللي صار اللي كان طاغي السواد عليه. بس لما أجي بدي أفكر بهيدا النهار ما بقدر أتذكر إلا اللون الأسود، وصعب كتير أني أفكر أنه أنا أو أتذكر أنه أنا بهيدا النهار كنت عم بتجوز وكنت عم بلش حياة جديدة وخطوة جديدة بحياتي ولابسة الأبيض. يعني بنهاريتها وقت صار الانفجار أنا قلت أنه أنت اليوم لابسة الأبيض لحتى ينعوك، لحتى رايحة على الموت مش رايحة لحتى تنزفي كعروس. طب اليوم بقولي لي أنا يا إسراء، مشروع الزواج والعلاقة الزوجية هذه، ورغم ما حدث إن شاء الله تكون سعيدة. الحمد لله ما ندمت يعني. أكيد يعني احنا بالنهاية جوزنا عن حب. ايه ان شاء الله دائما هذه جوزنا عن حب، فشو ما كان على الحلو والمرة مع بعض. حلو، وان شاء الله دائما يا اسراء هذه الابتسامة باقية على محياك ودائما تبتسمين وان كان في مكان الذي كنت فيه قبل عام يحمل ذكرى مؤلمة، لكن الابتسامة اقوى سلاح طبعا لمواجهة كل الظروف القادمة. شكرا لإسراء السبلاني من منطقة الصيفي. Thank you. يعطيك العافية. يلا اقرا انت. شوفي ليديز فيرست. انا اليوم مع النساء يعني تسلم. اليوم بس. قبل عام مشاهدينا حظي فيديو مؤثر باهتمام عالمي بالغ على مواقع التواصل لعمق ما تحمله الصورة والصوت من رسالة للعالم. سيدة لبنانية مسنة في الطابق الثالث من منزلها المدمر والمتهالك تعزف البيانو. حياكم الله. الفرحة لم تسع الجدة مها الحصيني البالغة من العمر 50 عاما ولا عائلتها بنجاح مها في امتحانات الثانوية العامة بنسبة 91% وشوي بعد انقطاعها عن الدراسة لأكثر من 35 عام، وتحقق حلما طالما رود مها التي وفقت بين دراستها وأبنائها 5 وأحفادها 15. مها تنوي استكمال دراستها الجامعية لتعطي نموذجا في المثابرة والاجتهاد للوصول إلى الهدف. جميل
راح يفرح يطلع له وبيطلع له. بالغ من العمر 50 عام، معدل 91 9 أعشار، ومنقطع عن الدراسة إلى 35 عام. والله هو التوفيق من رب العالمين، زي ما بقولوا لما يقول الأوان كل شيء برادة ربنا. وأصلا نفسي يعني في التعليم من زمان، نفسي أكمل تعليمي يعني، وبحلم في المدرسة حلم. والحمد لله رب العالمين ومشيت الأمور. عندي 4 أولاد وبنت، 3 أولاد متزوجين وبنت متزوجة، وعندي 15 حفيد بهديلة زوجي لأنه هو اللي شجعني، بهديلة حبايب والأهلي الله يكرم الجميع يا رب. أنا بقول لكل طالب وطالبة يجتهدوا، لأنه العلم نور والشهادة سلاح برضك لكل طالب وطالبة. وإن مش قصة وظيفة ولا إشي، إنه بس يعني حلوة برضك، يعني الشهادة حلوة والعلم حلو والله. والعلم ملوش يعني، والعلم ملوش عمر يعني زي ما بقوله. والله كانت زوجتي يعني حابة تعدي مدرسة يعني من زمان يعني. لما أجا وقت توجيهي قالت لي السنة إيش رأيك بدي أعدي، قلت لها بعد بسجلي وبشجعك على الشيء هذا. يعني أنا بحب التعليم كمان يعني، بس نفس الوقت يعني عارف إنها مرت يعني إن عبر التوجيه حتجيب معدل حلو. يعني أنا حافظ كتاب القرآن يعني، وبتحفظ إشي كتير يعني، يعني بتبع لها في الدار يعني مش صفحة 20 صفحة في لحظة واحدة تحفظهم زي ما قلت. أنا عشان هيك لازم ما تخسرش السنة التوجيه، أتمنى لها تكمل يعني وتخش تخرج تعدي جامعة يعني إن شاء الله. أنا كنت واثق تجيب أكثر من هيك يعني فوق 95 يعني. يعني مدرستش اللي بس آخر شهر فترة الامتحان بس. شعور لا يصف، مبسوطين خيرة الله، و يعني الكل فرحان بنجاح أمي والحبايب والجيران والكل طبعا، والحمد لله على جهدها. وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، وحياة قلبي وأفراحه وهنا في مساء وصباحه، الفرحان في الدنيا زي الفرحان بنجاح. أهلا بكم إلى فقرة الموضة لهذا الأسبوع. أطلقت علامة باجيت مبادرة نور بالتعاون مع جمعية أرسن سيل في ذكرى انفجار بيروت في 4 أغسطس 2020. تهدف المبادرة إلى إعادة إعمار بيروت ودعم بنيتها التحتية التي تضررت بشكل كبير، فطرحت مجموعة من 30 إصدار من قلادات باجيت باللونين الذهبي والوردي والأبيض. سيعود ريع مبيعات هذه القلائد بشكل مباشر إلى الجمعية. انطلقت في جزيرة كابري الإيطالية يوم السبت حفل جمع التبرعات لمصلحة منظمة اليونيسف الذي تنظم مجموعة لويزيا فيا روما سنوياً بحضور أهم النجوم. النجمات تألقن في الحفل بإطلالات أنيقة هيمن عليها اللون الأسود. واحدة من أبرز إطلالات الحفل كانت للنجمة كيتي بيري التي اختارت من أرشيف بيري كارد من بيير كاردان فستاناً يعود لعام 1978 باللون الأسود، واختارت فانيسا هاتجنز فستاناً أسود مخملياً مطعماً ببطانة من الستان الأخضر الزمردي. تبعتها أيضاً إيميلي وأوليفيا كالبو. ليدي غاغا نجمة أغنية شالو التي أتمت عامها 32 لطالما كانت أيقونة للموضة الغريبة بذوقها الفريد في اختيار الأحذية الشاهقة وبكعوب غير تقليدية التصميم. لكن كما يبدو وفيما نجح فيلمها A Star Is Born حدث تحول كبير في ذوقها، فظهرت بإطلالات أكثر أنوثة ما كاد أن ينسينا للحظات صورة ليدي غاغا، ولكنها أبت أن تدعنا نستمتع بهذا التحول، فعادت إلى ذوقها القديم وظهرت مؤخراً في شوارع نيويورك بكعب شاهق العلو تماماً كما الماضي وتثير الجدل من جديد.
من أجل تيسير عمل مضيفات الطيران خلال الرحلات الجوية والسفر، قررت شركة طيران أوكرانية منخفضة التكلفة بتعديل الزي الرسمي للمضيفات وجعله أكثر راحة وعصري، فتم إجراء تغييرات كبيرة جاء فيها الزي الجديد بتصميم مريح عملي أكثر، فبدلاً من التنانير سترتدي المضيفات بناطيل رياضية، وذلك وفقاً لخبراء المظهر والمصممين فإن هذه الملابس هي لشخصيات نشطة وجريئة ومشرقة. والآن لنأخذكم في رحلة جوية عبر التاريخ، رحلة الموضة لأزياء مضيفات الطيران التي شهدت تطوراً كبيراً عبر العقود الماضية، ضمت تصاميم كلاسيكية أنيقة وأخرى مفعمة حيوية. ومن أزياء المضيفات وأجواء الطيران تنضم إلينا في الاستوديو منال بدوي، مدونة وخبيرة موضة، للحديث عن الإطلالات التي يمكن اعتمادها للسفر وأيضا بالمطار. أهلا وسهلا فيك منال. يعني طبعا لما بنسافر يجب أن يكون اللباس مريح جدا. نعم. ماذا عن القماش؟ يعني في عدة عوامل بتحدد أريحية هذا اللباس، القماش، القصة وما إلى ذلك. خلينا نبتدي بالملابس اللي مع حضرتك. نعم. هلا بالنسبة للقماش طبعا المفضل يكون القطن لأنه كتير مريح بالحركة وحتى بالجلوس، أو اللينن ما يعرف بالكتان، ونجرب قد ما فينا نبتعد عن الأشياء الحرير أو اللي ممكن مثلا البوليستر اللي ممكن تعطينا شوية حرارة. طيب معك أنت ملابس؟ مثلا أنا معي اليوم جايبه، رح بلش بالشباب، لتسي فينا الشباب يقدروا يلبسوا بانتالون جوجر من القماش القطن المريح للسفر، طبعا مع تي شيرت فوق منه، اخترتهم من القطن لانه كثير مريح وبتفضلي انه يكونوا واسعين مش على قد الجسم لحتى طبعاً يكونوا مريحين اكثر. طبعا مثلا هلا هيدا شورت واسع، ما لازم يكون الشورت ضيق، او حتى التيب ما لازم تكون ملتصقه بالجسم، لانه هيدا اذا كان في كثير مشي بالمطار او قعده طويله بالطياره ما راح نرتاح، يعني صحيا راح تاثر كمان على الدوره الدمويه. نعم. بالتالي بنختار اشياء واسعه مريحه. للصبايا مثلا اخترت اليوم يكون هيدي البي جي اللي هي كتير رائجة، واسعة، بنطلون مع الشيرت تاعها مريحة وكتير قطعة مناسبة للسفر. تمام. كمان ممكن السيدة تلبس اشياء مثل اللي انا لبستها، كارديجان طويلة واسعة مريحة مع بنطلون تاعها او بهيدا الشكل. لازم نراعي كمان الحرارة بالطيارة طبعاً. إنه في برد، فبالتالي كارديجان ناعمي مش ناعم كتير بيكون بيساعد. طيب ماذا عن الفستان اللي عندك إياه هنا؟ هلأ هون بدي أقول بالنسبة للسيدات اللي بتحب تسافر بفستان لازم يكونوا بدنم، اللي حابين يلبسوا جينز ما يختاروا مش الجينز اللي شوية سميك، عنا أنواع مش جينز ناعم مثل هيدا كتير ناعم وطري بيكون مريح كتير كمان بالحركة. تمام. ايضا من راعي من خلال الكارديجان اللي لونه نعم باج، الكارديجان كمان في شغله لازم ننتبه لها، غير انه حراره الطياره بارده، الديستنيشن اللي رايحين له، الطقس البلد، هل هو راح يكون شوب ولا بارد؟ نعم. فمن الانسب انه نعمل شيء اسمه لايرنج، نلبس طبقات فوق بعضها. نحن انتهى وقتنا، بس نصيحه سريعه كرمال الاحذيه، تفضل الاحذيه الرياضيه. طبعا الحذاء الرياضي نمبر 1، الحذاء الفلات بس ضروري يكون مسكر، يعني الحذاء يكون مسكر على الاجر، ما نلبس شيء باكلس لانه عادي اذا مشينا بسرعه يطلع من اجرنا، وافضل انه ما يكون في بقلبه ليس او ربطات لانه ممكن بالسكيورتي تشيك ينطلب منا نشلح الشوز، وبالتالي بنلبس اشياء بدون ليس. شكرا لك منال بدوي خبيره الموضه على هذه النصائح.
ست الدنيا من الله مرسومي يا نار كوني برد كوني سلام الروح بكيت علينا الأرض شبعنا بكي وجروح يمكن لأنك حلوة عم يحرقوا ترابك يمكن لأنك حلوة عم يحرقوا. طيب وقف أطباء وممرضو لبنان على خط الدفاع الأول لحظة وقوع انفجار بيروت فاستقبلوا آلاف المصابين وحولوا الأرصفة ومواقف السيارات إلى مستشفيات ميدانية. أربعة مستشفيات تدمرت بشكل كلي وتعرضت 25 مستشفى لأضرار متفاوتة. غني ويتيم مع التفاصيل. أمام قسم الطوارئ الذي شهد ازدحام المصابين في الرابع من آب قرر أطباء أوتيل ديو في بيروت تنظيم وقفة هي تحية لروح الضحايا والمصابين وعائلاتهم، لكن أطباء بيروت بدورهم يستحقون كل الشكر على ما قدموه خلال ليلة الانفجار وما تبعها. جنود كانوا بقمصانهم البيضاء اصطفوا لملاقاة آلاف المصابين، عملوا لساعات متواصلة تحت ضغط الفاجعة لمداواة جراح أبناء مدينتهم متعالين على جراحهم. في مستشفى الروم كافح الأطباء للنهوض من تحت الردم لإسعاف ليس فقط من أتى من الخارج بل أيضا من كان في الداخل. أربع ممرضات تحولن إلى ضحايا الانفجار في واحد من أربع مستشفيات تعرضت للدمار. عمليات الترميم مستمرة فيما تعمل المستشفيات بنصف إمكانياتها للتغلب على ما خلفه الانفجار. غنو يتيم، العربية، بيروت. لم تستطع الممرضة اللبنانية باميلا زينون ترك ثلاثة أطفال مواليد جدد بعد أن دمر الانفجار الضخم أجزاء واسعة من مستشفى الروم في منطقة الأشرفية. طبعا من بين أنقاض الانفجار وقفت باميلا مع نواة وعلي وسيدرا الرضع الذين سيكبرون ويروون قصتهم مع الممرضة الشجاعة التي أنقذتهم وأنقذت حياتهم بعد أن مشت 5 كيلومترات لتجد مستشفى آمنا للأطفال الخدج. في حزن وسع المدى في وجع شوى عميق لا صوت باقي ولا صدى ولا مين يكفي فضي المطار يا زمن راحوا لهون تجمعوا رسموا سوا صورة وطن وأول شرارة ولعوا. المزيد تنضم إلينا من مستشفى الروم الممرضة الشجاعة باميلا زينون. صباح الخير يا باميلا. صباح النور. يعطيك ألف عافية. باميلا أنت الآن بالمستشفى، هذا المستشفى اللي كان شاهد على إنقاذك للتوائم زهراء سيدرا وأيضا علي. بدي انطلق من آخر صورة انتشرت واكتسحت مواقع التواصل الاجتماعي حنشوفها مع الزملاء الآن، حملك للأطفال الثلاثة اللي زرتيهم بعد عام، شو حسيتي؟ شو قعدت لك هالذكرى؟ لصراحة كتير انبسطت فيهم الأولاد وشفتهم كبروا هيك قدام عيوني وشفت الفرق بحملتهم، كنت عم بقدر أحملهم هن وصغار هلأ صاروا صمان لكبار مش عم بقدر بقى أحملهم وبجنن وصلنا عم يكبروا وبصحة جيدة الحمد لله.
الله يعطيك العافية يا باميلا. خليني باميلا أنا أشكرك، وكانت أكيد بالتأكيد صورة كانت مؤثرة لما بوقت الانفجار، وحتى مؤثرة لما حملتي هالولاد الصغار اللي ما قدرت تحمليهم اليوم وهم بعد ما كبروا. اليوم خليني أسأل بأنه بعض الناس بلحظة الفوضى والانفجار ما بيعرفوا شو بيعملوا أو ماذا يفعلون، أنت كيف خطر ببالك أنه تمشي هذه المسافة حتى توصلي إلى مستشفى آخر؟ لحظة الانفجار نحن كنا نهارنا نهار طبيعي، نهار عم نشتغل مع الأولاد، وعلى 6:10 تقريباً صار الانفجار. بتذكر حالي أنا تغطيت بكل شيء بالطابق، يعني كل شيء تكسر على راسنا، وقع كل شيء، زيز وين ما كان، دم وين ما كان. بتذكر حالي أنا أول شيء جربت أقوم أدفش حالي، لقيت حالي قادرة أحرك إيدي وإجري، وأول شيء فكرت فيه هن الأطفال لأنه هن برعايتي هيدا النهار، ونحن بنشتغل معهم وبنحبهم كثير. فقلت إنه بيني وبين حالي أنا ما رح أظهر من الطابق إلا ما يكونوا كل الأطفال معي. اي بس الواحد يقول يعني احيانا في هذه اللحظات الواحد يفكر بنفسه ما يفكر بالاخرين، انت كيف فكرتي فيهم؟ واليوم يعني انت اعطيتينا امل انه الدنيا ما زال فيها خير. اذا رب العالمين عطاني قوه انا وعطاني القدره اني اقوم وما يكون بيني شيء بهذا الانفجار، انا صراحه استعملتها هيدي كرمال تقدر خلص غيري وساعد هالاطفال. اصلا باميلا والده التوائم بتقول انه انت امهم مثل ما هي امهم، لانه انت اعطيتيهم الامل الاخر بانه يعيشوا وانقذتيهم. طيب باميلا يعني باللحظات الاولى مثل ما قال عادل ما بنستوعب شو صار، شو خطر لك يعني شو فكرتي؟ أنا أول فكرة ضربت براسي يكون عمل إرهابي للصراحة، ولا مرة فكرت إنه معقول يكون شيء على البور، لأنه نحن ما كان معنا خبر أبداً إنه في حتى حريقة على البور، كنا بالشغل ومعجوقين بالشغل وما معنا خبر أبداً شو صاير. نعم، طيب باميلا هيدي التجربة الحزينة شو أضافت لك لباميلا الإنسانة ولباميلا الممرضة؟ هيدي كل الاكسبيرينس اللي صارت معي خلتني اصير انسانه قويه اكثر، ما خاف من شيء، اتعلق بالحياه اكثر، وبذات الوقت خلتني اصير حنونه اكثر خصوصا على الاولاد وحب الاولاد اكثر بكثير. يا بالتاكيد باميلا زينون الممرضه الشجاعه اثبتت لنا بانه رساله الطب وايضا هن ملائكه الرحمه، وشكرا جزيلا لباميلا. بس بدي نوه إلى شغلة باميلا، كثير من الممرضين وأيضا الأطباء بعد انفجار بيروت عم بيتركوا لبنان، أنت ما زلت موجودة وهيدا أكبر مثال ورسالة بأنه أنت باقي ومتمسكة بالأمل اللي أعطيتي أصلا لهول الأطفال وبعدك عم تعطي للناس. شكرا جزيلا لك. شكرا لك. طيب في محاولة أخيرة لتحويل الحزن إلى جرعة أمل وبإحساس مرهف على آلته الموسيقية الكمان، قدم العازف اللبناني أندريس ويد أغنية بوطني على طريقته الخاصة تكريما لبيروت وضحايا انفجار الرابع من أغسطس آب. وانا اسمع هذه الاغنيه ببالي راجع يتعمر راجع لبنان. يا رب دائما ان شاء الله الامل موجود دائما، ولذلك سينضم الينا من امام مرفأ بيروت العازف الموهوب اندري سويد. صباح الخير اندري. يا صباح السعاده يا اندري. صباح النور. انت اندري شرفتك بتطل على المرفأ صحيح؟ يعني عم شوف المرفأ وراءك، وبالتالي خبرنا نهار الانفجار وين كنت؟
كنت واقف هون على البالكون والمرفق بعيد عنا 100 متر 200 متر وكنا عم نتفرج على الدخنه وعلى الاصوات اللي كانت عم تطلع. فكان مشهد كثير يعني بخوف، بس انه ما توقعنا يكون بهالضخامه بهالكبر. ف بس طلع الانفجار يعني شفنا هالموجة جاية صوبنا وفجأة راح كل شيء، راح يعني لثواني ما بقى فيه ولا صوت، ما بقى فيه شيء. كل اللي كان همي أنه بس قلبت على الأرض أوقف أنه أنا بعدني عايش. طيب أندري، اليوم الكمان مثل ما قلنا حزين، الكمان أيضا بإمكانك تعبر فيه عن الحزن عن الغضب وكذلك أحيانا عن الفرح. ماذا سنسمع اليوم على إيدك؟ مزبوط. شو بدك تسمعنا؟ رح اعزف لكم، حابب اعزف موطني لانه هي يعني كثير. احنا سمعنا موطني، انا بدي اياك تعبر. بحبها كثير. انا ليش قاعد اسولف لبناني؟ ابي ابي تعبر عن مشاعرك بهذه اللحظه على آلتك الكمان وانت تحتضن هذه الآلة الرشيده. اوكي يلا كلنا سمع. تفضل. يعني بعزف لك موطني او ما بعزف لك موطني؟ احنا سمعنا موطني، اعزف لي اللي تأتي على بالك الآن. يلا غير موطني، يلا حتى سهل لك اياها. تعرف شغلي، رح اعزف لك نشيد الوطن اللبناني بكل يلا. احترام يلا تفضل. تسلم الأيادي أندري. من يستغل لبنان لجعله بؤرة صراع، أيضا هناك من يعشق لبنان بالحياة والسعادة. أندري بدي تعزف لي شيء عن وجه بيروت السعيد، وجه بيروت النابض بالحياة اللي كنا نتمشى بشوارعها وهيك ذبذبات الفرح حواليك بالجميزة بالحمرة بوسط بيروت لبنان. يلا كلنا معك، تفضل. يا يعطيك العافية أندري. خليني أسأل أيضا بأنه اليوم الموسيقي هو أكثر من يتأثر وقد يستطيع أن يعبر ولا يقف أمام حدود ما يحدث. في أعمال قادمة؟ أكيد في أعمال قادمة، عم نشتغل على كتير أغاني وموسيقى يعني حزينة ومفرحة. وأكتر عم نجرب نشتغل على القصص المفرحة لأنه الفرحة، لأنه يعني زهقنا وتعبنا من الحزن، تعبنا من الدمار ومن كل شيء بشع. بس أنتوا شعب بيحب الحياة يا أندري ولا؟ أكيد ونحن أكيد هيدا شيء، يعني هيدا شيء دايماً عنا أمل، دايماً عنا بلا شك أنه بدنا لبنان. كرمال هيك يا أندري بدنا نقلة لبيروت ونعزف لها قومي من تحت الردمة، صح؟ لست الدنيا. أكيد تفضل.
عندك دقيقه اندريه، بدنا هيك نسمعك، خلي المعزوفه تكون طويله. وبدنا نشكرك لانه حنختم حلقتنا معك اندريه سويد، حدثنا من امام مرفق بيروت. أوكي. شكرا لك. شكرا جزيلا يا اندريه. اوكي شكرا. شكرا جزيلا لكل من شاركنا في هذه الحلقة، شكر موصول لكم أنتم، نشوفكم باكر إن شاء الله على خير، في أمان الكريم، إلى اللقاء.